في ان احنا هنبتدي نشرح بعض الحاجات، هنجيب فيديوهات من على الانترنت لمراكز بتنشرها، وهنبتدي نستخدمها في ان احنا نشرح للمرضى بتوعنا ازاي ان هو فيديوهات تعليمية وتوعوية ازاي يقدروا ان هم يفهموا طبيعة الحاجة اللي عندهم. احنا دلوقتي مبدئيا عندنا ده العمود الفقري، ودي الاعصاب اللي خارجة منه. كل فقرة من الفقرات دي والفقرة دي في بينهم غضروف هيبان دلوقتي، وطالع من قدامه عصب، سواء جاي من الفقرات العنقية ينزل على الدراع، او جاي من الفقرات القطنية دي فينزل على الرجل يغذي الرجل. هنشوف دلوقتي النبضات الكهربائية. احنا شايفين دلوقتي النبضات الكهربائية خارجة من الاعصاب، ولما بتخرج من الاعصاب فبيبتدي ان يحصل الالم اللي كان لونه احمر ده هنا وهنا وهنا، الم في اسفل الظهر وينزل على الرجل، ونفس الحكاية بالنسبة للرقبة، بيبقى الم برضو في الرقبة بينزل على الدراعين نتيجة ان الاعصاب جاية على الدراعين. نبتدي نشوف واحدة واحدة كده علشان انتوا ما تحاولوش تشغلوا نفسكم بالكلام ده، احنا بس بندي الحق لاصحابه. ان يبقى الاتلانتيك سباين سنتر هي اللي عامله الفيديو، فمن حقها ان احنا نبين اسمها عليه. دلوقتي احنا هنبتدي، دي الفقره، ده جزء من الفقره، يعني ده جزء من العمود الفقري، تمام؟ دي فقره وده غضروف ودي فقره تحتيها، وده العصب اللي خارج من قدامها، ودي قناة النخاع الشوكي أو القناة العصبية اللي انتوا دايما قلقانين منها، وده المفصل اللي ممكن يحصل له خشونة، ده مفصل بين الايه الفقرات. يبقى احنا عندنا فقرة وفقرة بينهم غضروف من قدام، ومن ورا بينهم مفصل اللي هو ده، وهنا في العصب اللي خارج اللي هو ده سبب الألم بتاع حضرتك كده، كويس؟ نبتدي نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. احنا الفقرات شايفين الفقرة بتتحرك فوق وتحت، بس لما بتبتدي الفقرات دي على مدار السنين تتحرك ونوطي ونشيل حاجات تقيلة، يبتدي الغلاف ده او ده الغضروف اللي بينهم اتشق جزء من الغلاف ده وطلع النواة اللي جوه. يعني الانزلاق الغضروفي اللي هو ده جزء من اللي كان جوه، ده جزء من اللي جوه الغلاف زي ما انتوا شايفين اهو، اللي هو مقلم ده او في شرط كده، لكن اللي جوه زي الجيلي. فاللي جوه ده لما الغلاف ده اتفتح اتزحلق او انزلق جزء من الجيلي اللي جوه، وهو ده اللي ابتدى يلمس العصب، تمام؟ يبقى احنا عندنا المشكلة في ايه؟ مش في الغضروف ده نفسه، ده في الحتة اللي خرجت ولمست العصب، تمام؟ تاني، علشان لما نيجي نقول يا جماعة احنا هندي علاج لالتهاب العصب ده، ما تقوليش انت هتسيب الغضروف. ايوه انا عايز اسيب الجزء ده ينشف ويجف، فبالتالي هيبقى موجود، هيبقى شكله كده، لكن مش هيعمل اي مشكلة للعصب. العصب اللي احمر ده لا هيرجع زي ده، هيبقى اصفر كده، لكن ده جنبه برضه، بس مش هيبقى ايه بيضغط عليه او بيضايق، تمام؟ يبقى احنا ايه، ده الوضع اللي احنا عندنا. العملية بتاعت الغضروف بتعمل ايه؟ بتشيل الحتة دي، يقوم العصب ده يريح شوية، كويس، يقوم يطلع من الشق اللي انتوا شايفينه ده، يطلع واحدة تانية شبه ده، يقول لك الغضروف رجع تاني. عرفتوا بقى الكلام اللي احنا بنقوله؟ يبقى احنا عندنا ايه المشكلة؟ ان الغضروف الغلاف ده اتشق، طلع منه جزء من الجيلي اللي جوه او النواة اللي جوه لمست العصب. الهدف بتاعنا من غير جراحة ان احنا نعالج العصب ده بالحقن والتردد الحراري، ونسيب الجزء ده وهو يجف لوحده، يحصل له جفاف لوحده كده، كويس؟ طيب لو الجزء ده ما حصل له، يعني لازم هيحصل له جفاف لو انت ما بتشيلش وتحط حاجات تانية، لانك لو شلته بالجراحة تقوم القناة دي نفسها يطلع فيها تليفات مكان الحتة دي، فيبقى انت ما عملتش حاجة، شلت الغضروف طلع مكانه تليفات ضيقة العصب، وغير التليفات اللي هتطلع هيطلع جزء تاني من الجيلي اللي موجود دوت من جوه، يبقى اسمه غضروف مرتجع، يبقى الغضروف رجع تاني، او بعد شوية يبتدي الفقرة دي والفقرة دي يبتدوا هما الاتنين لما بيتحركوا يبتدي يحصل لهم تزحزح في الفقرات، لان الغضروف ده اللي انت شلت منه الحتة دي بقى ضعيف، فهيبتدي ان هو يعمل تزحزح في الفقرات. يبقى دي اول حاجة ظهرت قدامنا،
هو ده الانزلاق الايه الغضروفي اللي احنا بنقول نعالج العصب ده يا جماعة، وسيبكم من الحتة دي هتجف. لما حضرتك تستعجل او حد يقول لك ايه، طبعا انتوا شايفين الحتة دي، يعني حتة جزء من الغضروف طلع ولمس العصب في القناة بتاعت العصب، تمام؟ فهو يقول لك ايه، تلاقي دكتور يقول لك ده انزلاق غضروفي. اه صح، ده الغضروف طلع اهوت فعمل انزلاق فلمس العصب. واحد تاني عايز يغير كلام الدكتور الاولاني، يقول لك لا ده عمل ضيق في قناة النخاع الشوكي، يعني الجزء اللي خرج من الغضروف ده عمل ضيق. طب ما هو هو يا عم برضو اللي هو الانزلاق الغضروفي، ما هو اسمه انزلاق غضروفي وهو نفسه ضيق في قناة النخاع الشوكي اهو، لانه دخل في القناة. طيب واحد تاني تيجي يقول لك ده انت عندك التهاب في عرق النسا، اهو ادي عرق النسا يا جماعة اللي هو العصب ده. طب ما التلات حاجات هم نفس الحاجة يا جماعة، التلات حاجات هم نفس الحاجة، الانزلاق الغضروفي اهو هو هو دي قناة النخاع الشوكي اللي هي دي، هو هو التهاب العصب، ما هو ده اللي حصل، حصل انزلاق غضروفي دخل في القناة دي ضيقها وعمل التهاب في عرق النسا. يبقى اللي عنده التهاب في عرق النسا لازم عنده غضروف، اللي عنده ضيق في قناة النخاع الشوكي لازم عنده غضروف، اللي عنده غضروف لازم عنده التهاب في عرق النسا، اللي عنده غضروف لازم عنده ضيق في قناة النخاع الشوكي، اللي عنده ضيق في قناة النخاع الشوكي عنده التهاب في عرق النسا. عايزين تقولوها ازاي؟ قولوها زي ما انتوا عايزين وزي ما انتوا فاهمين. واحد هيقول لي طب العصب ده هو اللي بيسمع في رجلي، انا موافق يا دكتور، ظهري بيوجعني ليه؟ اقول لك ظهرك بيوجعك ليه، كمل معايا. شايف اللي حصل؟ الغضروف اهو كبر وابتدى يضايق العصب اكتر، مش الحل انك تشيله، انت لو شلت الحته دي هيطلع لك واحده تانية من جوه، لو شلت الجزء ده هيطلع لك جزء تاني من جوه، تمام؟ ويعمل ايه في الغضروف في العصب؟ يعمل له التهاب تاني، وغير الحته اللي هتطلع هيحصل تليفات والتصاقات، يبقى عندك الغضروف ده رجع تاني وكمان تليفات والتصاقات، واحنا نتزنق بقى فيك ما نعرفش نعمل لك ايه بعد العمليه اللي انت عملتها وكنت فاكر ان هي هتريحك، تبص تلاقي ده كله رجع تاني والموضوع بقى اصعب علينا كحقن وتردد حراري، لكن بنقدر نعمل تسليك بالقسطره وحقن وتردد حراري وكل حاجه. تمام؟ نبتدي بقى نشوف ايه؟ احنا قلنا لو انتوا فاكرين من شويه ان فيه هنا من ورا اهو، بصوا بقى الغضروف ادي اهو اهو اهو، شوف بيشقق ازاي؟ ابتدى يشقق. ده بقى الخشونة، دي بقى الخشونة، إن عندك جزء من الغضروف، الجزء بقى اللي إحنا قلنا عليه لما ده بيطلع يبقى اسمه انزلاق، لكن لما تبص بقى الغضروف ده يبتدي يشقق، هي دي الخشونة أو السوفان أو الأرتروز اللي محدش عارف هو إيه ده. تمام؟ لكن في النهاية برضو الخشونة والأرتروز والسوفان هو تآكل في الغضروف، ما تستخدموش الكلمة دي، هو تآكل في الغضروف ده. تمام؟ لكن الكلام الشعبي دايما بيطغى علينا، فهو التآكل في هذا الغضروف هو ده السوفان او الارتروز او الخشونة اللي بنقول عليها. ولازم لما ده هيشقق كده لازم هيطلع غضروف من هنا يا جماعة، ببصوا لما ده بيشقق هتلاقي جزء من الغضروف بالنواة بتاعته ابتدى برضو يطلع يلمس العصب من هنا، فيبقى انت ما انتش عارف يا جماعة، ده في دكتور بيقول لي خشونة، في دكتور بيقول لي سوفان، واحد تاني بيقول لي ده انت عندك ضيق في قناة النخاع الشوكي، واحد تالت بيقول لي ده انت عندك الغضروف لمس العصب، ده انت عندك عرق النسا. ما انت هتشوف ايه اللي حصل بقى لما يبتدي يحصل الخشونة او الارتروز او ان ده يتاكل، انا احب اسميه يتاكل، اسميه باسمه يعني عشان اسمه يشرح هو بيعمل ايه، ان ده بيتاكل هتلاقيه برضو خرج من هنا وابتدى يلمس العصب اهو، بص 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 بص. يبقى الله يا دكتور، هو انا عندي خشونة ولا انا عندي انزلاق غضروفي، شايف الانزلاق اهو، ولا انا عندي ضيق في القناة، ولا انا عندي التهاب في عرق النسا؟ ما عندك كل ده، ما هو انت عندك خشونة لازم هيحصل انزلاق غضروفي ولازم ضيق في قناة النخاع الشوكي ولازم التهاب في عرق النسا، لكن اسمه تآكل في الاول. شايفين الحتت دي؟ دي حتة اتاكلت دي. تعالوا نشوف بقى القصة هيحصل ايه، تعالوا بصوا هنا هيبتدي يحصل ايه، ما هو ده دي الفقرة من قدام فيها الغضروف ده والفقرة من ورا فيها مفصل اللي هي مفاصل الفقرات اللي هيحصل فيها نفس اللي حصل ده، خشونة وأرتروز وسوفان، هيعمل لك وجع في ظهرك، العصب ده بيعمل وجع في الرجل. ويا جماعة نفس الحكاية بتحصل في الفقرات العنقية لو سمحت، نفس الحكاية بتحصل في الفقرات العنقية، يعني ممكن العصب ده يبقى في دراعك في كتفك فيوجعك، ده في رقبتك وده في كتفك،
تعالوا بقى شوفوا اللي هيحصل هنا عشان تفهموا ان التآكل اللي حصل هنا هيحصل في نفس المكان هنا. ها خليك معايا، بص كمان انزلاقه اهو، وضيق في قناة النخاع الشوكي، لف بقى من ورا تبص تلاقي نفس اللي حصل هنا. الله، بص بقى احنا هنا الغضروف ابتدى يتاكل ويتشقق، وفي هنا غضروف ما بين برضو الفقرة دي من ورا ابتدى يتاكل ويتشقق. شوفوا بقى العظم نفسه ابتدى يتاكل، العظم ابتدى يتاكل، شايف العظم ده ابتدى يتاكل، العظم ده ابتدى يتاكل. انتوا بالله عليكم قولوا لي، هو في جراحة تعرف تصلح الكلام ده؟ يعني بالعقل كده وبالمنطق وبالفهم، هو بعد ما الغضروف ده يتاكل والعظم اللي جنبه يتاكل والعظم من ورا يتاكل والعصب يتزنق الزنقه اللي ما بين دول، احنا في جراحه هتعملها؟ يجي بقى ايه المريض يقول لي ايه، اصل هم قالوا لي هنعمل توسيع. بص يا دكتور انا ما عملتش عمليه غضروف، ده انا عملت عمليه تسليك. تسليك يعني ايه؟ يعني كل عايز يوسع المكان للعصب ده، فكل حته من العظم ده وحته من الغضروف ده وحته من العظم ده. طب ماشي، ما انت برضو بقيت الحته دي كلها متسابه، وحتى لما انت تاكل دول انت وسعت مكان، لكن نفس المشكله موجوده اهي، نفس المشكله موجوده. عندك الم، في وجع، فاحنا بنعمل حقن وتردد حراري عشان نعالج الالتهاب ده والالم ده، نعالج الالم، لكن انا مش هصلح لك حاجه. الحقن والتردد الحراري مش هيصلح الكلام ده، ولا الجراحه هتصلح الكلام ده. الجراحه يا دوب عايزه تاكل حته من العظمه دي وحته من الغضروف ده وحته من ده عشان توسع مكان للعصب اللي انت عمال تقول بيوجعني. طب يا دكتور بعد ما تعمل كل الكلام ده هتعمل ايه؟ هيعمل شرايح ومسامير، هيثبت هنا شرايح ومسامير. بقى انت عندك ايه في ظهرك دلوقتي؟ شرايح ومسامير وغضروف متاكل وعظم متاكل وكمان شرايح ومسامير. طب عملنا كل ده عشان ايه؟ عشان اوسع للعصب يا سيدي. ما انا اوسع للعصب بقسطره، اوسع للعصب يعني مش لازم اوسع، يعني اوسع، ما انا اعالج العصب، اسيبه في المكان ده والغضروف ده ينشف لوحده والعظم ده ان شاء الله يخف بالحقن والتردد الحراري، يبتدي الالتهاب بتاع العصب يقل. لكن تعمل عمليه في الظروف دي كل ده يبقى موجود؟ انت ممكن تعمل عمليه ومسموح لك تعمل جراحه لو العصب ده اتخنق لدرجه ان فيه شلل، يعني العصب ده اتخنق لدرجة ان الرجل اللي نازلة او الدراع هيعمل شلل، انت بقى مضطر تتدبس في كل الكلام ده، يعني مضطر تشيل العظم ده والعظم ده عشان توسع للعصب عشان الشلل، وتحط شرايح ومسامير. طب بعديها هيحصل ايه؟ بعديها هيحصل وجع، يبقى تستحمل الوجع اللي هيجي لك من الشرايح والمسامير علشان انت خايف من الشلل اللي كان هيحصل، يبقى انت بتدفع ضريبة عشان انا خايف من العصب ده يحصل له شلل، فبدفع ضريبة اني انا اعمل عملية وشرايح ومسامير تزود لي الالم بعد كده. لكن لو انت عندك الم بالمنظر اللي انت شايفه تحط شرايح ومسامير؟ اتمنى تكونوا فهمتوا وجهة النظر اللي احنا بنتكلم فيها. تمام، نشوف بقية الايه الموضوع. بصوا بصوا بصوا، ايوه بصوا بصوا بصوا، الشكل ده هو ده، شايف الزنقة اللي هنا دي بالمنظر ده؟ هي كانت كده في الأول، كانت كده، لكن أنت عملت إيه في الموقف ده؟ قعدت تاخد مسكنات وتروح للدكتور يديك كورتيزون فابتدى يديك قوة، ابتديت تحس أنا ما عنديش مشكلة، فالمشكلة زادت بقت في الناحية هذا بهذا الشكل. تمام، نشوف بقية الفيديو هيقول لنا إيه. تمام أهو، دي بقى القنابل، ده اللي أنتوا شايفينه، ده اللي انتوا كنتوا شايفينه من شويه، شايف العظم اللي متاكل ده والعصب ده، ده العصب اللي مزنوق، مزنوق من ورا، ده ورا وده قدام. لو عايزين نرجع سنه كده شويه اهو، بصوا ده اللي قدام، لا برضو رجع معانا، خلينا نعمل كده. بصوا يا جماعه ده من قدام وده من ورا، تمام، احفظوا معايا ده الشكل اللي انت شايفه بالمقطع الطولي. بص بقى بالمقطع العرضي هيبقى عامل ازاي، اهو بقى ده اللي ورا وده قدام، قطعنا بالعرض وادي العصب مزنوق. في الحالة دي بقى لو العصب ده مشلول او في شلل لازم تعمل عملية تكسر الحاجات دي من قدام وتكسر الحاجات دي من ورا وتعمل شرايح ومسامير، هيبقى عندك شرايح ومسامير وعندك كل المشاكل برضو لسه موجودة، ده موجود وده موجود. لكن لو انت ما عندكش شلل، عندك وجع وتنميل وحرقان وامشي شوية واضطر اقعد يا دكتور في السكة واريح نفسي 5 دقايق وبعدين اقوم امشي شويه وبعدين اتعب تاني، لا نستحمل الوضع ده
ولا اناناش نعمل عمليه مش هتريح غير الحته دي والحته دي، لكن كل ده موجود، كل المشاكل دي موجوده. تمام؟ فانت العمليه لازم هتزود الالم عشان بقى في شرايح ومسامير غير المشكله اللي موجوده. فانت بقى ايه؟ تدفع ثمن ده لو في شلل في العصب ده، او في الدراع ده، او في الرجل، او في الايد. استحمل ان انا ازود الوجع بتاعي عشان امشي، لكن انا بمشي وعندي وجع لا ما اعملش عمليه، يبقى اعمل حقن وتردد حراري اعالج بيه العصب اللي هو بيوجعني. تمام، نكمل مع بعض. ده طبعا هنا بيقارن ان ده كان الطبيعي، شايف الطبيعي وده اللي فيه مشكله. الطبيعي كان العصب اهو وقدامه الغضروف والفقره ناعمين وورا ناعمين. تمام، انت افتريت على نفسك وصلته للمرحله دي. تمام، العظم بيتاكل اهو، والعظم هنا بيتاكل، وادي العصب بتاعك ملتهب. نكمل على اللي بعده. هو الفيديو طويل لكن مفيد يا جماعه. بصوا بقى، دي الحركه اهي، نرجع تاني، ده الغضروف، ودي فقره، ودي فقره، وده العصب خارج، ودي القناه اللي بيهددوكوا بيها عندي ضيق في قناه النخاع الشوكي، وده غضروف، وده اسف ده الايه، ده المفصل بتاع الفقرات من ورا. ده الفقره اهي من قدام واخرتها اهي من ورا، الفقره اهي من قدام واخرتها اهي من ورا. من قدام في غضروف جنبه عصب، ومن ورا في المفصل ده. بصوا بقى لما الفقره تتحرك هيحصل تزحزح فقاري، فقره دي تروح في ناحيه ودي تفضل في ناحيه، شوف بقى اللي هيحصل للغضروف اهو. بصوا بتتحرك ازاي. بس الفقره دي، يبقى لما يجي يقول لك عندك تزحزح فقاري او عندك انزلاق فقاري، معناه ان دي اللي اتحركت، لكن انزلاق غضروفي معناه ان ده اللي اتحرك، ده الغضروف ودي الفقره. فما واحد يقول لي ايه، انا رحت للدكتور قال لي عندك فقرات باين ولا عندك غضروف باين، ما هو قدامك اهو يا سيدي، خلاص نفهمها سهله قوي. يبقى دي كده الفقره، ده تزحزح في الفقرات او انزلاق في الفقرات. خدوا بالكم ان الفقره لما اتحركت على طول بقى في انزلاق غضروف، صح ولا لا؟ بالعقل كده، ما الفقره رجعت طلعت لقدام، خدت معاها حته غضروف. تمام، وبعدين بقى في جزء من الغضروف كده، لما دي شدته الفقره دي بقى معاها غضروف حته منه طلعت هنا. فبقى عندك برضو تزحزح في الفقاري، وضيق في قناه النخاع الشوكي، وخشونه هنا، كل الكلام برضو يحصل مع بعضه. فما تروحش تقول لي ايه، اصلي رحت للدكتور قال لي عندك انزلاق غضروفي، واحد تاني قال لي عندك انزلاق فقاري، واحد تاني قال لي ضيق في قناه النخاع الشوكي، هي نفس القصه دي. تمام، لو احنا هنعيد من الاول عشان تشوفوها هتلاقوا الفقره دي. طبعا واحد يقول لي ايه، الفقره طلعت قدام ولا رجعت ورا؟ ما دي طلعت قدام، بقت دي رجعت ورا. عايز تقول دي طلعت قدام، عايز تقول دي رجعت لورا، هي انت ماسك في تفاصيل ملهاش اي قيمه، يعني انت ما يفرقش معاك كمريض دي طلعت قدام ولا دي اللي رجعت لورا، هو الوضع بقى كده. طب انا عندي يا دكتور عرق النسا ولا ضيق في قناه النخاع الشوكي ولا خشونه ولا سوافين، كل المشكله ان الالم جاي لك من العصب ده وجاي لك من ده، واحنا نعمل تردد حراري ما دام ما فيش شلل، حقن وتردد حراري، سواء بقى دي طلعت قدام، عندك انزلاق غضروفي، عندك تليفات، عندك خشونه، عندك سوافان، هتلاقي كله علاجه الحقن والتردد الحراري، العلاج الغير جراحي. فانت التفاصيل كلها، عشان كده واحد يقول لي يا دكتور اشرح لي، ما انا شرحت لك اهو، انا دلوقتي شرحت لكم عشان ما اشرحش تاني، انت حسيت باي فرق؟ لا، برضه هنعمل حقن وتردد لجذور الاعصاب، حقن جذور الاعصاب وتردد حراري لجذور الاعصاب ومفاصل الفقرات دي. فلو رجعنا نشوف تاني التزحزح الفقري، وعلى فكره التزحزح الفقري ده بيحصل بعد الجراحات كمان، يعني ممكن يحصل لك من غير عمليه، لكن انت لما بتشيل جزء من الغضروف الفقرات دي بتسيب من بعضها، فتيجي تعمل عمليه غضروف وبعد شويه يرجع لك الوجع يقول لك ده انت عندك فقره اتحركت، ده انت عندك عمليه تانيه، اعمل لك شرايح ومسامير. طب ما العملية التانية دي بسبب العملية الأولانية، لكن محدش هيقول لك كده طبعا، هيسيبك ما انتش عارف. يعني نحاول نشوفها تاني اهو، بصوا بتتحرك ازاي. ايوه، دي المسافة بقى، دي مسافة التحرك. عشان بقى ايه، في ناس تقعد تقول لي هو تزحزح من الدرجة الأولى ولا تزحزح من الدرجة التانية؟ والله لو اعتبرنا ان لغاية هنا تزحزح من الدرجة الأولى، يبقى ده تزحزح من الدرجة التانية. طب انت كمريض فرق معاك ايه؟ انت كل اللي يفرق معاك العصب ده مشلول ولا مش مشلول؟ مشلول هروح اعمل عمليه جراحيه، مش مشلول هعمل حقن وتردد حراري. يبقى انت
مش فارق معاك يا دكتور، طمني هي الدرجة الأولى أحسن ولا الدرجة التانية أحسن؟ يا سيدي أي تزحزح وخلاص، أنت بتفكر في الفقرة اللي اتحركت وأنا بفكر في العصب ده مشلول ولا مش مشلول، أنت بتفكر في الانزلاق الغضروفي كبير ولا صغير وأنا بفكر في العصب ده مشلول ولا مش مشلول، أنت عمال تفكر هو الدكتور اللي عمل لي عملية ضحك عليا وخد فلوسي والفقرة اتحركت ولا ما خدش فلوسي، وأنا فارق معايا العصب ده في شلل أو مشلول أو مش مشلول، تمام؟ فيبقى انت كده فهمت، ده الطبيعي اهو ودي الفقره المتحركه، ما يفرقش معاك درجه اولى ولا درجه تانية ولا درجه 10، ان شاء الله تتحرك هنا، المهم العصب ده مشلول او مش مشلول. وندي الحق لاصحابه، احنا بنشكر اتلانتيك سباين سنتر اللي هي ادتنا الفيديو ده واللي قدرت اشرح لكم عليه واقدر انمي مدارككم. أتمنى تكون الأمور وضحت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونسألكم الدعاء، وإن شاء الله كل ما يبقى عندنا فرصة فيديو نشرح عليه نشرح لكم كل حاجة بإذن الله، ونستودعكم الله.